بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اهلا بحضراتكم، كل الحب والاعزاز والتقدير والموده من قلبي، والله من اعماق قلبي، وحشتوني وبحبكم جدا جدا. النهارده عاوز اتكلم في موضوع هام قوي، وهو هل في حالات للعقم اللي بيقولوا عليها عقم، يعني عطله عند المراه، دورة واقفة، التبويض، المبايض، هل فعلا الكلام ده بيحصل؟ هل بتعالج؟ سيبنا من شهادات الشهود والناس اللي قالوا العلاجات والحاجات والحالات دي العظيمة دي، الحمد لله. سيبنا من أكتر من 20,200 وشوية حال، الحمد لله، يعني تم علاجها فضل ربنا خلال السنوات الأخيرة. لكن تعالى أو تعالوا نتناقش مع بعض في ازاي ربنا سبحانه وتعالى خلق الطب وخلق الدواء وخلق العلاج، وازاي الدنيا متطورة والعلاج متطور، وازاي الناس اللي بتقف محلك سر في اي مجال، في الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر مثلا جه مصر في اواخر يعني في الهيئات الرسمية في اواخر الثمانينات او في اوائل التسعينات، وموجود في بريطانيا من اواخر السبعينات وامريكا والعالم ده. طيب الكمبيوتر ده احنا كنا نتصور ان في حاجه اسمها كمبيوتر، وبعدين نمسك موبايل صغير كده ونتكلم، نكلم اخر العالم في اي حته ونعمل كذا مكالمه مع بعضيهم. يعني احيانا بعمل اجتماع بالموبايل انا وانتم، مش انا لوحدي، مع 5-6-10 اشخاص في 10 دول في متعددة، في قارات متعددة في لحظة واحدة. في حين ان زمان كنا نقعد نقول الو يا مركز سمعني، الو الاشارة يا ابني مش عارف تسمع، ويعملوا بتاع اللي مش عارف ايه الصفيحة والبتاع حاجات كده. وشوفوا الافلام اللي قبل الحرب العالمية الاولى واللي قبل الحرب العالمية الثانية والحاجات ايام السينما الصامتة، هتلاقي العالم بيتطور. فانا بقول ان فيه كتير من السادة الأطباء مش متطور، وفي منهم كوكبة محترمة جدا بتتطور وبتبحث وبتعمل وبتعمل بعلم ووعي وتواكب حركة العصر السريع. في بقى ناس مش عارف، يعني أنا أذكر حالة واحد بيقول لي خدت روشتة أصرفها من دكتور طبيب، يعني فراح للصيدلة، الصيدلة قال له يا ابني العلاج ده أصلا ده خلص بقاله حوالي 12 سنة على الأقل، ما عادش بيجي خالص مصر، والشركة ما عادتش بتصنعه، مين اللي كاتبها لك؟ قال له الدكتور، الدكتور فلان. احنا ما بنقللش من قيمة السادة الأطباء، لا بالعكس، في حالات على فكرة ناس تيجي تكلمني في الكلى، في الكبد، في حاجات معينة كده، أقول لهم لا اسألي طبيبك أو اسأل طبيبك اللي عندك، هو أولى وأدرى، لأن هو اللي قدامه التحليلات والحاجات بتاعتك او بتاعتك وكده. يعني ونحن عيال عليهم في الجراحه، انا ما اعرفش في الكلام ده، مش شغلي، انا بعرف في الحته بتاعتي دي بس. طيب فبتكلم كلام عام، رحله التطور الانسان ورحله تطور العلاج، كيف زمان يعني طه حسين مثلا كمثال، يعني وعبد الحليم حافظ، طه حسين كان بيشوف لغايه هو عنده 6-7 سنين وطفل صغير، وبعدين عينيه وجعته، امه خدته الحلاق القريه، وبالمناسبه انا كمان رحت الحلاق القريه الله يرحمه، عمي عبد الحميد من بلد اسمها من عندنا برضو من كفر الشيخ، يعني الزعفران، قريه جنبها كده نسيت اسمها دلوقتي، نسيت اسمها والله. المهم يعني في الزعفران جزء منها يعني، بس له اسم عزبه الخواجه، بيقولوا عليها عزبه الخواجه، ما اعرفش مسمينها ايه دلوقتي، اسم تاني. المهم الله يرحمه عمي عبد الحميد، ياما رحت له ممثلي في عينيا وانا طفل، وياما يقول لي لامي طب احلبي له في عينيها اللبن وهو عينيه تبقى كويسه،
يعني لما يقول بنلعب في التراب بقى وعينيه تتعفر، فهو ده الطب القديم. حلاق القاريه او التمرجي، تمرجي الصغير لديه من الخبره ما يعالج بعض الحالات على السريع كحاجات سريعه، لكن اعموا ناس كتيره. يعني مش عم عبد الحميد، عم حمدي كان بيدي حقن، وكان راجل طيب رحمه الله عليه وعظيم جدا، طيب طيب رائع. لكن الحلاق الصحه بقى بتاع طه حسين حط له شيشم في عينيه قفلها، طلمست، اتعمى، فقد البصر. عبد الحليم حافظ مات سنه 77، سنه 80 مات هو سنه 77 بالبلهارسي. سنه 80 توصل العلم الى 7 كبسولات ياخدها المريض اللي عنده البلهارسيا تنتهي للابد، في حين ان عبد الحليم حافظ عانى منها طول عمره، وفي النهايه مات بيها سنه 1977. ام كلثوم ماتت سنه 1975. طيب اذا احنا قدام حالات الطب النهارده بيعالجها ام غمض، الطب التقليدي. طيب علم بقى الوراثه وعلم الجينات وعلم الوظائف الاعضاء وكل الحاجات دي بتتطور في علاجها، كذلك ما يخص العقم وما يخص الدوره وما يخص التبويض وما يخص الهرمونات بتتطور هي كمان. ليه؟ لان حكمه ربنا سبحانه وتعالى اللي دايما اقول في اخر سوره الكهف ولا يظلم ربك احدا، بيخلي الناس تتعالج وتبقى مبسوطه وتبقى مرتاحه وما عندهاش مشكله مع المرض. ليه؟ لان ربنا ما بيظلمش حد. فعشان كده سبحانه وتعالى بيطور للناس بتطور المدنيه وبينقلهم نقلات مع العلاج انهم يبقوا افضل ويبقوا في ظل تطور علمي وتطور جيد للنهوض بصحه البني ادمين. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا وهو اللي بيعطينا العلاج وهو اللي بيجيب لنا الامراض وكل حاجه. طيب اللي عاوز اقول لكم قصه صغيره، معلش استحملوني. زمان وانا صغير، وانا صغير طبعا قلت لحضراتكم كل الناس عارفه ان احنا كنا فقراء قوي قوي قوي، يعني انا واسرتي كنا فقراء جدا جدا. ف كان في واحد اسمه عمي عبد القادر ابو خاطر من عزبه جنب الزعفران بلدي، القريه اللي انا عشت فيها فتره كتيره من عمري قبل ما اذهب الى القاهره واستقر في القاهره، اللي هي قريه الزعفران في كفر الشيخ دي. فكان في عزبه بتبعد حوالي 5 كيلو ولا حاجه زي كده عن الزعفران دي اسمها كوم الملاح، منها عم عبد القادر ابو خاطر، راجل يعني مش عامل حاجه لكن راجل في مقام عمي يعني او كده. المهم فالراجل ده لاننا فقراء فكان بياخدني اسرح عنده الدوده وقت الدوده واقيم عنده، اطلع من عنده مثلا النهارده ارجع بعد شهرين بيتنا، ما اروحش بيتنا بيت ولا يوم لان مشوار، واحنا بنطلع من بدري الساعه 6:30 نروح ارض الدوده، نطلع نرجع منها المغرب اوصل البيت عنده، انا اكل واتعشى وانام واقوم الصبح اروح اسرح الدوده اللي هي بتاعه الايه القطن، روضه القطن، مقابل ان هو اخر الكلام ده بيدي لاسرتي او اهلي يعني امي وابويا يعني مش عارف مبلغ زهيد او بعض المساعدات من الحبوب والبقوليات والحاجات دي. فكل اغلبنا، بس انا كنت متمرمط قوي يعني الحمد لله، وانا سعيد بده جدا 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 ويشرفني ده. المهم وبقوله من غير خجل، اقوله ايه اللي كسفني يعني انا اهو. المهم فلازم تعمل نفسك، ما تستناش حد يساعدك ولا حد يعملك ولا حتى حد يديك نصيحه، لازم انت اللي تنجح وانت اللي تشق طريقك وانت اللي تحدد مسيرك ومصيرك وقرارك، مش حد تاني. المهم فكنت بروح اشتغل عنده، كان هو ما بيخلفش ومراته ما كانتش بتخلف حسب التجربه العمريه اللي عاشوها، وانا كنت لسه صغير عندي حوالي ما كملتش 10 سنين بشتغل عنده في الحاجات دي، وانا اقل من 10 سنين اقصى حاجه مثلا 11 سنه وتوقفت بقى ما اشتغلش، بروح عنده بقى انا عندي 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين بالكتير كده، ما كنتش لسه بقى لا بحثت ولا حاجه. لو كان لسه عايش عم عبد القادر ابو خاطر، وانا على يقين ان ما كانش فيه عقم لان مش معقول هو ومراته الاثنين هيبقى فيه عقم وعاقر وعقيم، مستحيل يعني في الحالات النادره جدا جدا جدا.
فلو كان عايش هذا الرجل الان كنت عالجته بفضل الله وكان خلف بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكان بيحلم بده. المهم هذا الرجل كان بيجي لنا يوم الثلاث الصبح بيتنا في البلد بقى وخلاص بقى يعني بعد حكايه الدوله دي والبتاع يجي لنا يسيب عفوا اللي هو الدونكي بتاعه اللي هو الحماره يعني او الحمار يربطه عندنا في البيت ويطلع السوق يتسوق ساعتين ثلاثه ويرجع ياخد الركوبه بتاعته اللي هي الدبه دي عفوا الاتان دي الحماره وياخد حاجته عليها ويروح عزبته يعني. فكنت انا اخد الحماره دي اركبها اول ما يجي هو عارف اني باخدها اركبها اخدها اركبها والف بيها بقى واطلع اجري بالحماره. فكانت الحماره دي بالنسبه لي الرولز رويس في السن بتاع الصبا ده قبل ال 15 سنه والحاجات دي وما كملتش 15 سنه من عمري بالكتير 16 سنه فما قبل او يعني مهم. فتذكرت ده والانتقاله العلميه زمان كانت الركوبه كده. انا بكلمكم كده الكلام ده من 50 سنه وانا النهارده مقبل على 60 سنه. فمن 50 سنه كانت الحماره دي او الحمار ده يا سلام اللي راكبه ده بيتعايق قوي. بعدها بقى جت العربيات وجت مش عارف واللي كان عنده عربيه بقى صغيره كده يا سلام يعني يبقى بيقول ايه ده؟ ده ايه الدلع ده؟ ايه الهانه اللي هو فيه ده؟ النهارده كل بيت فيه عربيه واثنين وثلاثه. النهارده كل بيت فيه يمكن بيوت الناس الفقراء عندهم توك توك واثنين. في حاجات كتير يبقى في تطور وفي نقله علميه وفي عطاء من ربنا. لما جيت اروح من 10 ايام كده لما رحت المانيا عشان اشتري عربيه طبعا انا مش بشتري عربيه لمراتي انا بشتري عربيه ليا بس هي يعني مراتي تاخدها في اي وقت يعني عاديه عشان بس انا قلت للناس كده على الموقع بتاعي على الفيسبوك ان مش باسم مراتي باسم انا حاجه ثانيه وهي اللي قالت كده فانا كنت بقول لها اكتبيها باسمك يعني بقول لها كده بجرب يعني بشوف ايه النظام يعني بشوف الموضوع متبطن بايه يا مولانا قايله لي هو قالت لي ليه دي فلوسك وحاجتك انت لا 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 لا, لا. اوعى تعمل كده ليه واستغربت ولما جينا قالت لابوها قالت له ايه الراجل ده جاي يركب عربيه بيقول لي كذا قال لها هم الشرقيين كده عندهم الحاجات دي لما جينا ناكل في مره في المطعم اول ما اتعرفنا ورحنا عازمهم في اول مره كان حوالي 7 8 من الاسره كده اسرتهم القريبه يعني اخواتها وامها وابوها وهي وانا اللي عازمهم بس في مطعم يعني هنا في لندن فلقيت كل واحد بعد الاكل مطلع الفيزا كارت بتاعتي قلت له ايه ده يا اخوانا قالوا كل واحد بيدفع نفسه لا يا ابو كباتن انا اللي عازمكم هنا قال لا تعزمنا في البيت انما بره هنا كل واحد يدفع قلت لهم ممنوع قالوا واي نوت بس ده مش كويس يعني ما تعملش كده تاني المهم عندنا احنا في مصر يقول لك ربنا يخليكم يا علي مراد ما اللي يبقى معاك بطاقتك يا بت عشان الله يرضى عليه ده فيك الف بركه هيكتب لك العربيه. هنا انا معايا صوره من البطاقه تنفع سعادتك؟ اكتب بس اكتب وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده ابوها بقى. كل الابهات بتاعتنا دول استثناء. لا استثني احد الا انا مش كده. طول عمري مش كده، ما بحبش يعني ليه يعني؟ المهم فلما رحت عشان تشوف التطور عشان لما نيجي نقول في علاج متطور يبقى الناس تقتنع بالعقل هيقول لك بقى عاوز يكلمنا على العربيه لا مش بتكلم على العربيه ما جبتش عربيه انا بكلمكم على اللي شفته. المهم فلقيت فقلت بقى للراجل فمعايا زوجتي ما بتعرفش الماني وانا وهي بنعرف انجليزي انا يعني شويه انجليزي وهي طبعا شاطره قوي لانها انجليزيه ومعايا صديق الماني ومراته المانيا فالمهم فبيقوم دور الترجمه فقلت للراجل بقى في المصنع قلت له انا عاوز عربيه على مزاجك زي الاستاذ سامر غانم كده قلت له انا عاوز عربيه حلوه على مزاجك فالراجل استغرب كده فالراجل قال له ده راجل معروف وراجل سياسي وراجل كاتب وصحفي ومش عارف ايه وكذا والدكتور راجل محترم وشهير وبتاع هو عاوز عربيه نظيفه وفي نفس الوقت مؤمنه فقال لي ايه طلباتك قلت له اعلى درجات الامان كل حاجه بتاعت ربنا اعلى درجات الجمال اعلى درجات السرعه والتقنيه والحداثه. قال لي يعني انت عاوز احدث عربيه في اعلى حاجه. قلت له انا بحب دايما اعلى حاجه. فقام يكلمني في اعلى 4 عربيات. قلت له احكي لي بقى قصه حياته.
اول مره في حياتي اكتشف كده. اوكي انا عارف ان في يعني عربيه بتقف لوحدها وبتركنها لوحدها وهي تحط نفسها في الجراج لوحدها، لكن لقيت الراجل بيقول لي طيب انت عاوز توصل يعني، فقال لي يعني مش عاوز اقول ماركات العربيات يعني، انا كنت عاوز اجيب بوجاتي، بقول له بوجاتي، فقال لي لا ما انصحكش، لو انت عاوز تجيب بتمن البوجاتي بقى تجيب عربية دفع رباعي رولز رويس وتجيب مرسيدس ال جي 65 دي رهيبة جدا جدا، دي توصل اسرع من الطيارة. رولز رويس توصل، انت تتحرك انت والطيارة مثلا رايحين باريس من لندن، انت توصل قبل الطيارة. قلت له في ايه يا عم؟ ايه ده؟ قال لي لا ده في بقى تقدم رهيب جدا. قلت له ماشي، وبعدين اديني فكرة، انا فكرة وخلاص. فقال لي عشان الناس ما تقولش اشترى ولا بتاع يعني، المهم فقال لي قال لي بقى انت معاك سواق ولا بتسوق انت؟ ولا مش عاوز سواق ولا تسوق انت؟ قلت له مش فاهم حضرتك. قال لي دلوقتي العربيه اللي انا بقول لك عليها دي سواء الدفع الرباعي الرولز رويس او سواء الثانيه اللي هي المرسيدس الاس اللي هي اي ال جي 65، قال لي دي بس ما عجبتنيش برضه يعني، دي رابع مستوى، لكن انا قلت له على المستويات اللي فوق. فقال لي دي بتسوق لوحدها، انت بتظبطها وتقول لها مثلا عاوز اروح المكان، بتكتب لها العنوان هي بتمشي. قلت له تخش؟ قال لي لا، قبل ما تتصدم باي حاجه بمتر بتفرمل نفسها لو انت دايس وسايق، مش عامله لك اي اعتبار. قلت له حضرتك؟ قال لي لا مش هتسوق خالص، اقعد ديكور. قلت له ماشي، وايه تاني؟ قال لي ما كنت تصدق بقى كده وانا بركب الحماره بتاع عم عبد القادر ابو خاطر من 50 سنه؟ كنت تصدق ان في عربيه؟ سيبك من ان انا بقى الاقي عجله 28 او الاقي توك توك اشتريه، سيبك من ده. لكن كنت تصدق بقى حضرتك او حضرتك ان في عربيه هتمشي من غير السواق وانت قاعده ديكور؟ وبعدين قلت له ايه؟ طب قال لي لا عادي تنام عادي بقى. اه والله، قال لي انت تنام، لان هي على فكره لما بتحس ان انت نمت بتصحيك او تقول لك خلاص انا متبرمجه وشق طريقك انت وكمل نومك. يعني مش عاوز اقعد اعد لكم المزايا، شيء مرعب. وبعدين يقول لي توصل اسرع من الطياره، وبعدين يقول لي مش عارف حاجات، قعد قال لي مزايا، بقيت مذهول طبعا، والتمام اكثر دهشه يعني. لكن فبقول له بقى بيقول لي امان ايه؟ قال لي والله هي فيها اتنين خزان وقود. قلت له ليه؟ قال لي واحد لو بحيث لو اتضرب اتفجر، التاني بيتحول التفجير اللي فيه الى ميه بارده. قلت له انتوا واخدينها من قلنا يا نارا كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فالمهم يتحول البنزين قبل ما يولع يتحول الى ميه عاديه ملهاش اي علاقه بالولع. قال لي والتاني يشتغل اوتوماتيك. قلت له يا اهلا وسهلا. قال لي بنستنى. قلت له قال لي بقى نعمل لك حاجه كده يعني، مش احنا نعمل لك حاجه تفصيلنا احنا كده انشأنا كده. قال مثلا زي الرئيس الامريكي مثلا بيطلب العربيه بتحدد 1 2 3 10 50 200 ميزه هو عاوزها، بتتعمل كده. قال لي الاطارات حضرتك؟ قلت له مالها الاطارات؟ والله اقول لك بركب حماره جر رباعي حضرتك بتمشي على اربعه، تقول لي دفع رباعي رولز رويس؟ قال لي تقدم، قال لي ربنا بيقول لي كده، ربنا اعطانا وسائل للتقدم لازم نستفيد منها. السؤال بقى للساده الاطباء، انتوا استفدتوا من التقدم العلمي والبحث العلمي في شغلكم؟ اللي استفاد تقدم ونقول له متشكرين ونحييه، واللي ما استفادش تاخر. وعشان كده كتب روشتة من 12 سنه علاجها خلص وهو مش عارف، لانه هو متسسم على كده، نايم من سنه 70 حضرتك، من ايام ما اتخرج مثلا سنه 77 78 مثلا، فنايم عادي خالص، اشتغل طبيب عام وماشي. الدكتور يا اهلا وسهلا، رايح في الريح المستشفى، جاي من البيت، ملوش دعوه بقى، انفصل عن الطب من ساعه ما اتخرج من كليه الطب. لكن في اطباء، في ناس حريصه على البحث، مجتهده، بتبحث، شطار طبعا. فهنا التقدم التكنولوجي
بقى رهيب. الراجل قال لي الاطارات، قال لي الاطار ده يفرقع تبص تلاقي فيه اطار تاني مش عارف عامل ايه كده، لو حصل ايه كده السيستم يطلع يعمل ايه كده. وبعدين قال لي حاجه ثانيه كمان، قال لي دي حضرتك بتبقى اوضه نوم وبتبقى صالون وبتبقى سفره وبتبقى مطبخ والحمام موجود. قال لي يعني دي شقه فخمه وعربيه فخمه. طبعا بيتكلم فوق الايه؟ بيتكلم فوق 6 مليون دولار يعني. ماشي، بيتكلم فوق 6 مليون دولار امريكي. فاحنا قدام، شوف شوف بقى، شوف بقى عصر الاتان، عصر الاربع اللي باربع رجول للحمار بقى عصر اربع عجلات متقدمه. لما كنت تيجي في عصر الحمار اللي كل الناس عايشاه، عصر من 50 60 سنه و100 سنه فاتت، تقول لهم هيبقى فيه موبايل يقول لك مش معقول يا بيه، يا بيه ما تخرفش حضرتك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نستفيد من ان في علم جديد، من ان في بحث، من ان في ناس بتنبغ. مش مهم انا، اي حد ينبغ في حتته برافو عليه، مش مهم انا. طيب يبقى في علاج، لازم يكون في علاج غصب عني وعنكم. ليه؟ لان ربنا، الله ربنا سبحانه وتعالى هيسبب الاسباب بقى عن طريق انيس عن طريق غير انيس. طيب اي حد بقى هيتسبب له الاسباب عشان يبقى بيعالج، هيبقى ماشي كده ما بيترماش بالطوب، ده هيترجم ويتكز يعني. سيدنا يعني ربنا نفسه، ربنا بيقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ايه ده؟ لو اتبعت اكثر من في الارض هيضلوك، يعني مضلين هم اصلا ضالين، هيضل غيرهم مضلين كمان لغيرهم. طيب يبقى حضرتك هتتحارب من اكثر من في الارض، هيبقى ليك خصوم بقى على مستوى المهنه، هيبقى ليك ناس اعداء النجاح، كل واحد هيمسك طوبه وهيرميك. اعلى واعلى 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 في كل حاجه، اعلى في كل حاجة. خدت الطوب وضخت ووقعت خلاص انتهى، انتهيت من الدنيا من التاريخ. اقف بطل، اقف شامخ، مش كما الرمح ولا النخيل ولا الجبل، كما السمع. اوصل عد السحاب، اجتاز، اخترق، اعلى، ما تخافش من حد. بكل قدرتك، كل اصرارك، وبكل حرصك، اعلى، واعلى قوي. وما تسمعش حاجه، هيقول لك اللي مش عارف، اسمعوا جميل والله، حلو، حلو الموضوع. اللي مش عارف ايه، اه اه لذيذ. ما اي حد يقول يحكي عنا. لما جه عبد الله بن سلام وقلنا الموضوع واسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وجمع اليهود وجابهم وكفار قريش، قال لهم ما رايكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا كبرنا وابن كبرنا. متاكدين يا اخوانا؟ قالوا بنقول لك كبرنا وابن كبرنا. وايه اعلمنا وابن اعلامنا. الحياه صح، هو عالم الحياه جامد جدا، حبر جامد يعني. صادق، قالوا صادق، الصدق كله، اصدقنا وابن اصدقنا. الله. طب ايه رايكم بقى انه لو اسلم؟ قالوا مستحيل، ما اسلمش ولا يسلم ولا يسمع كلام. قال تعالى يا عبد الله، جه نضع الشهادتين تاني. قالوا كأكذبنا وابن أكذبنا، حقيرنا وابن حقيرنا، ابن 60 في 70، ال 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 دول اسمهم ايه؟ دول اللي بيخبطوا خبط عشواء، دول الوهم والخرافه، خارج الزمن، خارج التاريخ. عشان تنجح لازم تبص قدام وشوف انت ماشي فين، ومد افقك، تقدم وابحث واعرف انت فين من النجاح، هتصنعه. عاوز اقول لكم ان العلاج ممكن ومتاح ورائع وبديع. ومره اخرى مفيش حاجه اسمها يعني، في بقى ناس غاويه كتير قوي تدخل على، انا مش بسوق حاجتي، بالعكس والله العظيم انا اسف، ما انا عاوزكم، ولا انا عاوزكم تبقوا مرضى، ولا انا عاوز اعالج حد، ولا انا عاوزكم تجوني، لان حضراتكم معطلين يعني. وانتم عارفين يعني انا راجل كاتب وسياسي وباحث ورجل دين وعندي مهام ومشاغلي بتاع قانون، مش فاضي بقى اقعد اوجع قلبي في هذا الموضوع. لكن طالما ربنا اختصنا ببعايض علم علينا ان نبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني
ولو آية واحدة بلغ. يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أوحي إليك، لازم تبلغ ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فإحنا نمتلك ولو جزئ آية نبلغه بإذن الله ونفيد الناس. مفيش بقى الأحلام، مفيش أحلام مجانية، محدش يقول إن في أحلام مجانية خالص، ما ينفعش يبقى في أحلام مجانية، ما ينفعش. يعني إحنا بالمناسبة إحنا العطاء بتاع سمو الأميرة انتهى، خلص من 3 أيام، ومع ذلك أنا استثنيت 3 حالات كانت محتاجة جدا ومنتظر في حالات يعني المهم يعني ليه. بس عاوز أقول لحضراتكم من فضلكم، أنا الحيلولة بتزعجني، أنا عارف ومقدر إن الناس من 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 أسفها ومن حزنها ومن ظروفها، بس أنا عارف لما ما بردش على حد ببقى عارف إن في حد أسوأ منه في الحاجة. والله العظيم أنا عارف كلكم، عارف كل حاجة الحمد لله، كل حاجة بتوصلني، مكتبي بيبلغني كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة، وبرد على معظمكم بنفسي. لكن مفيش علاج مجاني. احنا حاولنا نقلل الاسعار باللي عملته سمو الاميره مشكوره، وربنا يزيدها بفضلها ويقويها ويحفظها يا رب. وده يعني الحقيقه جزء كبير جدا من الاسر الحاكمه فاضل ومعطاء دايما. بس ما تاملوش بقى ان ده يتكرر، لان ما عندناش حاجه. وهي دي الست اللي انا كنت عارف ان هي الحمد لله كويسه، وهي اتحركت بناء على موقف صادم وانا قلت لكم قبل كده لما انا قلت بسحب العطاء بتاعي. فاجتهدوا بقى ورجعنا من اول وتاني للاسعار اللي الغاليه الشديده. زي ما بقول مفيش اسعار مجانيه، مفيش احلام مجانيه، مفيش طموح تقدر تحققه مجاني، لازم يبقى مدفوع الاجر، ولازم يبقى غالي بقدر حلمك وبقدر رغبتك وبقدر نجاحك. ان شاء الله احنا مع بعض، وان شاء الله بحبكم ودايما معاكم من كل قلبي، والله العظيم من كل قلبي. اهلا بيكم، شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.